للمزيد من التفاصيل عن أهمية هذه القوافل بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ زكي. صباح الخير أستاذ باسم، صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. وزي ما حضرتك فعلا بتقول، مبادرة حياة كريمة والمسارات اللي بتشتغل عليها، أحد المسارات المهمة فيها بالفعل القطاع الصحي والقطاع الطبي، وإعلان مبادرة حياة كريمة الشغل على قوافل صحية خلال هذا الشهر، وامتداد لعمل عظيم للغاية منذ نشأة أو منذ بدء مشروع حياة كريمة الذي يخدم من 65 مليون مواطن مصري. وبالتالي هذه القوافل معنية بمسار مهم، وهو المسار الصحي، وفكرة ان احنا نشتغل على الانسان المصري انه يكون انسان قائم صحيا على ويكون لديه قدرة صحية على متابعة اعماله ومتابعة ما يتم في الارض ومتابعة مستقبله. وبالتالي هذه القوافل اظن ان هي يعني جزء يسير من مشروع عظيم ومشروع حياة كريمة، وتساعد على فكرة ان هي تخلي البني ادم المصري او الانسان المصري له قدرة صحية مناسبة على المجهود الذي تتطلبه الحياة ودوافع الحياة. وبالتالي احنا امام مشروع متطور بيخدم مسارات الدولة بأكملها، وبيخدم ولديه يعني ميزة نوعية في ان هو بيختار الحاجات اللي تقدر تفيد المواطن بشكل مباشر وواقعي. نعم. هل يا استاذ زكي، مش عارف اذا كنت حضرتك يعني لفت انتباهك هذا الامر، انه عدد القوافل الطبيه منذ بدايه هذا العام ربما تكون ماشيه بشكل سريع وبعدد كبير، اكثر ربما حتى من مثيلتها في العام السابق، هل ياتي هذا الامر تطبيقا لتوجيهات الرئيس اذا عبد الفتاح السيسي عندما كان يتحدث عن التحديات اللي بتواجهها الاسر الاكثر احتياجا، يعني التحديات اللي بتتضاعف ربما هذا العام بسبب الأزمات العالمية، وبالتالي بيتم أيضا مضاعفة المجهودات الخاصة برعاية الأسر الأكثر احتياجا؟ بالفعل يا أستاذ باسم، هو مبادرة حياة كريمة ومشروع حياة كريمة لديهم تطور كبير ومناسب لما يحدث في العالم، ولديهم يعني رصد حقيقي وموضوعي للمتطلبات اللي موجودة في الأرض والعمل الميداني. وبالتالي خطتهم طول الوقت خطة لديها مرونة أن هي تستوعب كافة الأفكار وكافة المسارات والشغل اللي كانوا شغالين عليه السنه اللي فاتت للشغل اللي شغالين عليه السنه دي. وبالتالي مقارنه بالشهور وشهر يناير وفبراير، مقارنه بعام 2021، هنلاقي ان فعلا ان الارقام بتزيد، اولا لان عمليه التنسيق بتزيد ما بين المؤسسات وما بين يعني مجالات التنسيق في العمل داخل مؤسسه حياه كريمه ومشروع حياه كريمه، بالاضافه الى ان خطط العمل نفسها بتتطور عشان تستوعب كافه الاحتياجات الموجوده لدى المواطن المصري. وهنا امام احنا تطور عظيم في فكره ان احنا كمان بنخدم امراض ما كانتش يعني لديها اهتمام كبير في منظمات المجتمع المدني، زي اورام زي القلب والاورام وامراض الكبد. وبالتالي احنا امام عمليه تنسيق ما بين مؤسسات حياه كريمه وما بين الجهات القاعديه اللي اشتغل معاها، كان الشغل على ان احنا ازاي نطور ادواتنا، ان ازاي نستوعب الاحتياجات، ازاي احنا فعلا خاصه في فصل الشتاء كمان بتزيد يعني وتيره الامراض. وبالتالي امام تطور عظيم ان احنا ازاي نقدر نستخدم او نستفيد من قدراتنا الماديه وقدراتنا من الاطباء وغيرهم، ان احنا ندخل القرى من بيتهم، ان احنا نوفر لهم عمليات في المستشفيات، بالاضافه كمان بيتم التنسيق مع مستشفيات وزاره الصحه والمستشفيات الجامعيه عشان يكون في منظومه عمل متكامله. وبالتالي يا استاذ باسم احنا امام هذا التطور العظيم كمان بيبقى عندنا جانب اخر، هو مجال التوعيه. في قوافل بتنزل بالتوعيه عشان توعي المواطنين بالحاجات اللي ممكن تضرهم، الحاجات اللي ممكن يكون في مجال للوقايه وغيرها. فبالتالي هذا التطور هو ميزه رئيسيه او ميزه رئيسيه داخل مؤسسه حياه كريمه. نعم. يعني بنشكر حضرتك على كل هذه التوضيحات الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.